أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد. أحب أشجع تعرفوا خلال الصفية أنك تقضي وقت مع أسرتك، تطلع للطبيعة وتشم الهواء وتتمتع في مناظر الطبيعة، الشجر والماء، وطبعا الاحترام في كل مكان. حبيت أقرأ آية أشجعكم فيها من إنجيل يوحنا الإصحاح السابع من آية 37. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مسمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يبارك لنا الرب كلمته على مسامعنا. إن عطش أحد فليقبل إلي، هذه الدعوة من المسيح يسوع. أصعب شيء لما الإنسان بعيش حياة الجفاف وحياة القحط وحياة غير مثمرة، وكثير مرات بنحس كأنه بنحتاج للماء، والماء يرمز لكلمة الله، والماء أيضا يرمز إلى النهضة وإلى الانتعاش، والماء يرمز إلى البركة. تعرفوا في الأراضي المقدسة احنا بنعتمد على المي اللي بتيجي من الأمطار، لكن في مناطق أخرى ما عندنا هذه الامتيازات مثل هذه الشلالات العظيمة من هذه المياه، أنهار مياه حية. والرب يسوع المسيح وعد: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، إن عطش أحد فليقبل إلي، ويقول تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهذا يأتي عن طريق الإيمان بيسوع المسيح. تخيل الحياة المخضرة والحياة اللي لما تكون عند مجال المياه مكتوب: وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. لما بتكون انت قريب من المصدر، بتكون قريب من الرب يسوع المسيح، وفعلا تطلب انه يجي الى حياتك وتآمن بيسوع المسيح حتى يزيل الجفاف والنشاف والقحط من حياتك، تطلب منه ان يملأك بالروح القدس. وعند تمتلئ من الروح القدس فتكون حياتك منتعشة، حياتك مثمرة، حياتك غير فاترة، بل بالعكس حارة بالروح. وأنا موجود عند المياه وشلالات المي، أنا بصلي أنه فعلا تقترب إلى المصدر. تعرف الرب يسوع لما تقابل مع المرأة السامرية قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الماء الذي أنا أعطيه. عندما يعطي المسيح مياه فتجري من بطنك من حياتك أنهار مياه حية. خليني أسألك: هل تريد أن تعيش في جفاف أم تكون بركة ومثمر في حياتك؟ بصلي اليوم أن فعلا الرب يزيل كل فتور من حياتك وتقترب إلى المصدر عن طريق الشركة والعلاقة. تصلي إلى الرب يسوع المسيح وتقرأ من كلمة الرب وتكون مع شركة المؤمنين، وطبعا اشهد عن المسيح، فدائما تكون حياتك مستمرة حارة مثمرة لمجد الرب. من عند أنهار المياه طبعا العادية أصلي إلى أنهار مياه حية في داخلك اليوم، والرب يباركك ويبارك أسرتك وتكون حياتك منتعشة، انت وبيتك كله لمجد الرب يسوع.